الملعب هذا ما انت من الملاعب اللي حققت فيه عديد الانجازات، ملعب اللي تكونت فيه، ملعب اللي حققت فيه احلامي مع النادي الام النادي الرياضي الصفاقسي. وتعرف ديما هذه معناتها من تربيه من اخلاق انه الواحد ديما يقعد متابعه وعن قرب زاد للنادي الام بتاعه. مسؤول بلدي معناتها مسؤول مستشار بلدي رئيس لجنة الشباب والرياضة ببلدية صفاقس، مسؤول على كل المنشآت الرياضية بصفاقس. كيف أنا راني متابع وفي زاد النادية اللي حققت فيه معناتها ظهور ممتاز هو النصر السعودي النادي العالمي. علاش لا، إن شاء الله نادي النصر يعود يلعب على البطولات ويعود يعني في الدوري السعودي، والحمد لله تم 4 بطولات إن شاء الله ربي يوفقنا، وكنا عاقدين العزم بإذن الله على اللعب على هذه البطولات الأربع. مال الذهب إلا رجال الفشيلة ومال النصر غير البطولة. يكرر الابتسامة في هذه المباراة بالهدف الثاني، إذن تونسية ليلة صفراء. أنا لليوم الحق معناتها من أحسن التجارب اللي خضتها التجربة بتاعي في النادي السعودي، لأني قيد كل احترام معناتها من الجماهير بتاع النادي العالمي، من الهيئة معناتها من يقولوا هم الهيئة المديرة معناتها بتاع المجلس الإدارة، لجنة الدعم زاد عندهم أعضاء الشرف. بالمناسبة نباركوا لهم الفوز بالدوري الموسم هذايا. فريق النصر فريق منظم برشا، فريق عنده قاعدة جماهيرية كبيرة وكبيرة ياسر. كيف كان لي شرف اني العب دربي الرياض، وتعرف دربي الرياض ماهوش شوية، معناتها من أفضل الدربيات في العالم. أنا توحشتهم زينا برشا بالحق والله، كانت تجربة ممتازة جدا. كما قلت لك أنا كمشيت وقت نتذكر 2007-2008 كان وقت نادي النصر السعودي يعاني من صعوبات الموسم اللي قبل. الحمد لله في الموسم هذاك عملنا موسم ممتاز، حصلنا الترتيب الثالث واخذينا الكأس الأمير ولعبنا وقت السيمي فاينل كأس الملك، معناتها كان موسم ممتاز. إن شاء الله نادي النصر السعودي ديما يقعد معناتها من الأندية الكبار، من الأندية إن شاء الله نعود ونشوفوه مرة أخرى في العالمية، يكون هو متوج يكون بطل آسيا. وإن شاء الله تكون لي زيارة في أقرب الوقت، لأنه إن شاء الله الواحد مش يدخل الغمار التدريب الأكيد إنه مش تكون لي تجارب إن شاء الله في السعودية. إن شاء الله التو مازال عندي زي بتاع النادي النصر السعودي، التو مازال موجود عندي. وتعرف إحنا كل مدة نتلمدوا قدماء اللاعبين، نلعبوا مرتين في الأسبوع. ولك اسم أشهر من عواصم وبلدان، هذه بتا اخر مباراة اللي قلت لك عليها بتا المباراة الاعتزال بتا الكابتن ماجد عبد الله ضد ريال مدريد. هذه ما زلت نحتفظ به لليوم، ما زال عندي برشا تونيات وبرشا مراول، لان الجمعية اللي نمشي نكور بها نحتفظ بالذكرى بتاعها، مراولها باللي اذا هزيت القاب بالميداي بكل شيء. موسم 2007-2008 هو البداية بتاعي معناتها، بعد ما خرجت من نادي رياضي صفاقسي أكيد حبيت نطور، حبيت نقوم بتجارب احترافية طيبة، والحمد لله التجارب بتاعي كل كانوا في أندية كبرى كما النصر السعودي ولا يونج بويز السويسري اللي هو متحصل على الدوري زاد الموسم هذا في سويسرا. ومال النصر غير البطولة يا شامل الدنيا. وأفضل الأشياء اللي صاروا له إنه أول هدف في الدوري سجل هو سجلته أنا ضد الشباب السعودي. يعني الحمد لله كانت تجربة، وصدقني لليوم نطمح إن شاء الله أنه تكون لي عودة للدوري السعودي، لكن إن شاء الله كمدرب، لأنه كلاعب عملت موسم ممتاز ولليوم علاقتي طيبة، والجمهور بتاع النصر السعودي يعرفوا مليحة شكون عصام المرداسي.